عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدونا للمرة الأولى أتمنى بك الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في المباريات الرسمية المباريات الدراماتيكية مع المنتخب الوطني الجزائري أمام الزيمبابوي. وأنا في حلقة التوقعات وفي تشكيلة المتوقعة كان لدي فقط خطأان في التشكيلة التي شاركتها معكم في الفيديو السابق، وقلت لكم أن توقعاتي لنتيجة المباراة ستكون هدفان مقابل ولا شيء، وطبعا هذا تحقق ولكن أين في الشوط الأول فقط. فمزيدا من النجاحات إن شاء الله، فمزيدا من قوة المنتخب الوطني الجزائري من يعني حرق مرمى الخصم وذلك بشكل كبير. أولا نتكلم عن المقابلة. المقابلة في الشوط الأول وفي بداية الشوط الأول يعني عند صافرة انطلاق هذه المباراة، المنتخب الزيمبابوي كان يعمل يعني هجمات مرتدة خطيرة على المنتخب الوطني الجزائري، كان يعمل يعني هجوم خطير على المنتخب الجزائري، ولكن كان محترم للخصم نوعا ما وذلك بجدارة واستحقاق. احترم الخصم على أكمل وجه، أي منتخب الزيمبابوي احترم المنتخب الجزائري بما أنه أفضل منتخب في كان 2019 وهو بطل إفريقيا حاليا، فكان هذا المنتخب مركز فقط على الدفاع مع الاعتماد على الهجمة المرتدة. لاعبين منتخب الزيمبابوي كانوا غارقين يعني خط الدفاع مغلوق من كل النواحي، فلاعبين منتخب الوطن الجزائري كانوا يستحوذون على الكرة في خط الوسط من أجل فتح مسافات وأيضا من أجل استفزاز الخصم لكي يأخذ الكرة، ولاعبين منتخب الوطن الجزائري يجدون مساحات من أجل أن يعني يتفوق على هذا الجدار المشكل من العديد من اللاعبين في خط دفاع المنتخب الزيمبابوي. وطبعا هذا ما حدث في الدقيقة زي مشاهدين 31 أين سجل بغداد بونجاح ب يعني هدف جميل، ولكن ذلك الهدف لم يبدأ من العدم بل بدأ من محارب الصحراء الذي أنا أسميه محارب عن جدارة واستحقاق، ألا وهو سفيان فيغولي. هذا اللاعب هو أفضل لاعب في الشوط الأول ومزيدا من النجاحات إن شاء الله في الشوط الثاني، ولكن هذا الفيديو بما أنه مخصص للشوط الأول. سفيان فيغولي قدم مردود كبير ما شاء الله ما شاء الله. هذا اللاعب انقضى على الكرة في خط الوسط وصعد بها ولم يرد التمرير بل ذهب نحو المرمى وسدد تسديدة قوية ولكنها ارتدت، ولكن يعني لاعب المنتخب الزيمبابوي وحارس منتخب الزيمبابوي لم تكن لديه مسكين لا حول ولا قوة، فإن عندما ارتدت تلك الكرة بغداد بونجاح كان في الموقع المناسب وفي الوقت المناسب وحطها في الجول بكل ارتياحية. والهدف يعود زي المشاهدين ليس لبغداد بونجاح بل الهدف يعود من صاحب الذي صنع ذلك الهدف ألا وهو سفيان فيغولي الذي اعتبره افضل لاعب في الشوط الاول، وحتى بغداد بونجاح يعني قدم مستوى كبير. اما الهدف الثاني جاء بعد دقائق معدوده في الدقيقه زي مشاهدين 43 من عمر المباراه، وذلك ببراعه واستحقاق من مراوغه سحريه للنجم الدولي الجزائري رياض محرز وقائد المنتخب الجزائري والذي قدم صفحه لكل عصابه نادي مانشستر سيتي. سنتطرق الى بعض الدقائق لنتحدث عن هذا الشيء. فرياض محرز استحوذ على الكره بشكل جيد، راوغ بشكل جيد، ويعني عمل تمويه للعديد من اللاعبين ومرر تمريرة وتوزيعة حاسمة لسفيان فيغولي الذي بذكاء شديد وبذكاء خارق أعزائي المشاهدين لم يكن لديه خطأ التسلل بل كان في وضع غير متسلل وسدد وسجل برأسية جميلة وأجمل ما يكون. هذا الهدف افضل هدف يعني في هذه المباراة، افضل من الهدف الاول. الهدف الثاني كان افضل من الهدف الاول، فمزيدا من الاهداف ان شاء الله في الشوط الثاني. اما الان يعني نذهب الى تقييم بعض اللاعبين او نقول كل اللاعبين. في حراسة المرمى عندنا رئيس وهاب بلحي تلقى وتصدى هجمة كانت خطيرة من هجوم المنتخب الزيمبابوي، وهذا اللاعب يعني قدم شوط اول جيد جدا، خاصة انه لم تكن ولم تصله العديد من الكرات وذلك بسبب قوة دفاع المنتخب الوطني الجزائري. وأود أن أتكلم عن نقطة بما أننا يعني تكلمنا على المنتخب الجزائري ودفاعات المنتخب الجزائري. في الشوط الأول عندما سجل يعني بغداد بونجاح، جمال بلماضي لم يفرح. لماذا؟ لأنه كان يعاتب يعني مهدي طهرات بسبب ارتكابه لبعض الغلطات في يعني المكان الذي يلعب فيه على مستوى الدفاع وعلى مستوى الوسط. فالناخب جمال بلماضي لم يفرح بل كان يعاتب، وهذا أحد من أسرار الفوز المنتخب الوطني الجزائري في كان 2019. يعني ما استغلش ذلك الوقت بسبب الفرحة بل استغله في إعطاء تعليمات ومن أجل تصحيح الغلطات، وهذا مما سيساهم في يعني أن يكون لدينا منتخب قوي، وهو منتخب قوي ولكن يساهم في تطويره أكثر فأكثر. فجمال بلماضي رغم كل هذه الأشياء ورغم كل هذه الانتصارات إلا أنه يعني صارم من ناحية الأخطاء ودائما ما يعطي تعليمات. أما في خط الدفاع زي مشاهدين لدينا كل من يعني رضا حليمية قدم يعني شوط أول جيد للغاية، كانت لديه بعض المراوغات وكان
كان يساهم في خط الدفاع وحتى في خط الهجوم، بينما هنالك طاهرات. طاهرات يعني هو الذي عتبه جمال بالماضي، ولكن في نفس السياق يعني قدم شوط اول جيد وكان يقطع العديد من الكرات، وايضا كانت يعني كان حضوره موجود في هذه المباراة. بينما عيسى مندي ايضا هذا اللاعب قدم شوط اول جيد، وايضا هنالك يعني رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني اعزائي المشاهدين قدم شوط اول جيد جدا وبكفايه، رامي بن سبعيني كان يعمل كل شيء في هذه المباراه. بينما في خط الوسط هنالك مهدي عبيد. مهدي عبيد لفت انتباهي وغطى يعني غياب اللاعب الذي تحصل على بطاقه حمراء في المباراه الماضيه امام المكسيك، يعني قدم مردود جيد الا انه ليس بكفايه ولكن جيد نسبه للشوط الاول. بينما اللاعب الاخر اعزائي المشاهدين هو اسماعيل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر يعني نقول انه لم يلمس الكره وذلك بشكل كبير، او لا نقول بانه بشكل كبير، ولكن اعزائي المشاهدين سبب هذا الشيء هو انه كان متقدم وذلك بشكل كبير، لأن مهدي عبيد كان يغطي تلك المنطقة وهذا اللاعب كان يعني يساعد الهجوم أكثر فأكثر. أما هنالك أعزائي المشاهدين بعد كل من إسماعيل بن ناصر، سفيان فيقولي الذي يعتبره أفضل لاعب في الشوط الأول وإن شاء الله يكون أفضل لاعب في المباراة ومزيدا من الأهداف إن شاء الله، فهذا اللاعب يعني يستحق العلامة الكاملة في هذه المباراة، قدم تمريرة حاسمة وسجل هدف، فيعني كل شيء على ما يرام. بينما هنالك رياض محرز الذي قدم اسيست في الشوط الاول وقدم العديد من التمريرات المفتاحيه، فهذا اللاعب انا اعتبره ايضا افضل ثاني لاعب. بينما هنالك ابراهيمي مراوغات حاضره واستحواذ على الكره بشكل كبير، وايضا في نفس السياق كان يفتح اللاعب لزملائه وذلك بشكل كبير. بينما بونجاح كانت هنالك لديه بعض الكرات الضائعه ولكن في نفس السياق كان يشغل منصبه ببراعه واستحقاق، سجل الهدف الاول وذلك من كره ارتدت من حراسه المرمى. بينما ناتي في النقطه التي قلت لكم انني ساتكلم فيها، هو الاستحواذ لرياض محرز للكره. استحواذ رياض محرز للكره، لاعبي نادي مانشستر سيتي في فريقه في الدوري الانجليزي ممتاز لم يعجبهم كثيرا، ولكن في هذه المباراه رسميا يعني استحوذ على الكره، راينا بعض استحواذات وراينا بعض مراوغات ويعني كان يساهم في الفريق، وبما انه هو قائد الفريق ولكن ذلك الاستحواذ ها هو ادى الى تمريره حاسمه من رياض محرز، ومن اجمل ما يكون توزيعه راسيه، وليست هذه التوزيعه الراسيه الاولى بل كانت هنالك العديد من التوزيعات، ولكن هذه هي التي أجنت ثمارها وأدت إلى هدف. يعني الفريق حاليا المنتخب الجزائري متفوق بهدفان مقابل ولا شيء لمنتخب الزيمبابوي، إن شاء الله أن نخرج بنتيجة أكبر من هدفان مقابل ولا شيء، ما زلنا جائعين كرويا وهذا ما صرح به النخب جمال بالماضي. فكل توفيق للاعبي المنتخب الوطني الجزائري وكل توفيق للاعبي الزيمبابوي في هذه المباراة أيضا، لما لا. فيعني النتيجة التي توقعتها عفوا قلت لكم ان في المباراة كلها ستكون هدفان مقابل ولا شيء، ولكن الظاهر كان لا، هذه النتيجة التي توقعتها كانت فقط مخصصة للشوط الاول وليس لطيلة اللقاء، فنتمنى مزيدا من الاهداف. وقولوا لنا في صندوق التعليقات كم تتوقعون نتيجة المباراة النهائية، ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.